رياح غربية نشطة، انخفاض على درجات الحرارة وموجات غبارية تتأثر بها المنطقة الشمالية. التفاصيل بعد قليل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله اوقاتكم بكل خير. إذا تأثرت المنطقة الشمالية بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة يتابعة لكتلة هوائية واسعة تتأثر بها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية. تعمل هذه الكتلة الهوائية الباردة على نشاط في سرعة الرياح الغربية، إثارة الأتربة والغبار، وأيضا حدوث موجات غبارية وانخفاض كبير على درجات الحرارة. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تتحرك هذه الموجة الغبارية نحو المنطقة الجنوبية الشرقية أو باتجاه الجنوب الشرقي، تحديدا باتجاه شمال شرق المملكة العربية السعودية خلال نهار يوم السبت بإذن الله. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الرياح المتوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع. يوم الجمعة تهب رياح غربية نشطت السرعة في المنطقة الشمالية، تعمل على إثارة الأتربة والغبار. هذه الرياح هي ناتجة عن كتلة هوائية باردة تتأثر بها منطقة بلاد الشام وأيضا شمال الجزيرة العربية. تتشكل موجة غبارية هنا في منطقة الجوف وأيضا الحدود الشمالية خلال ساعات نهار يوم الجمعة خلال الليل الجمعة على السبت. تتحرك هذه الموجة الغبارية والأتربة المثارة باتجاه الجنوبي الشرقي باتجاه حفر الباطن، أجزاء من حائل وأيضا أجزاء من القصيم خلال ساعات ليل الجمعة على السبت. خلال ساعات نهار يوم السبت تصل هذه الأتربة المثارة وأيضا الموجة الغبارية نحو المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض ضمن تيارات شمالية غربية إلى شمالية شرقية، تهب وتدفع معها هذه الأتربة المثارة نحو هذه المناطق. تستمر الرياح النشطة الشمالية الشرقية بالهبوب على المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة خلال ساعات مساء يوم السبت. تستمر الأتربة المثارة تؤثر على هذه المناطق، لكن تتحسن الرؤية الأفقية في المنطقة الشمالية وأيضا حفر الباطن وأيضا المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تهب رياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار مع 20 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 20 أيضا، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية نشطة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم السبت طقس مستقر 32 إلى 17، يوم الأحد 33 إلى 18، وترتفع يوم الاثنين تسجل 34 إلى 22 درجة مئوية مع أجواء مستقرة وصافية بشكل عام مع بعض الأتربة المثارة التي قد تصل خلال يوم السبت من المنطقة الشمالية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم السبت. نبدأها شمالا، درجات الحرارة تستمر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، أجواء باردة نسبيا. تبوك 17 إلى 7، سكاكا 16 إلى 7، وعرار 15 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 33 إلى 19، جدة 29 إلى 21، مكة المكرمة 34 إلى 20، والطائف 28 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 22 إلى 13، أبها 25 إلى 13، وجازان 30 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 18، فرصة لزخات من الأمطار في حفر الباطن 21 إلى 13، والإحساء 31 إلى 16 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 32 إلى 17، بريدة 26 إلى 13، وحائل 18 إلى 10 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.